معاكم لقصة برضو فنية أخرى، والحقيقة دي بقى قصة أسرة بالكامل. الأسرة دي بتحب الفن بشكل خاص، فاستغلوا مواهبهم إن هم يعملوا تصميم وصناعة للإكسسوارات الخشبية في المنازل، بيعملوها كمان بشكل جماعي. خلونا نشوف أيضا بحضراتكم. حب الفن وابتكار اكسسوارات وقطع ديكور من الخشب، تلك هي الهواية التي جمعت أسرة سامر عبد الرازق، ليتشارك كل أفراد العائلة في تصميم وتصنيع منتجات فنية. احنا كنا عايشين في دبي، كنا نروح البحر كتير فمع الولاد، فكنا بناخد بورد جيمز كلها بتبقى معمولة يا كرتون أو ورق، فأنا جت في دماغي فكرة إن أنا أعملها من خشب، بحيث إن هي سهل إن أنتي تاخديها معاكي في اي حته مقفوله. ده مثلا حاجه من الحاجات اللي انا عملتها بورد جيمز. عملت حاجات في البيت كتير، اباجورات، وحدات اضاءه. يصمم رب الاسره القطع الفنيه كما تساعده زوجته واولاده خلال مراحل التنفيذ ووضع اللمسات الاخيره على المنتج. يعني هو بيبقى عنده فكره معينه، وبعدين بيجمعنا كلنا بره مثلا، يقعد يحكي لنا على الفكره وكده، بيقول لو احنا نزود عليها حاجة او مثلا الشكل تبقى عامل ازاي، بس هو يعني بيطلع الفكرة واحنا بنقعد نساعده بقى فيها، نعدل فيها حاجات مثلا او كده. هو دايما بيشوف كل حد فينا نفسه في ايه، فبيقعد يفكر في فكرة. مثلا ابني كان محتاج حاجة اضاءة، بيحب الافنجرز جدا، اللي هو الشخصيات بتاعت الافنجرز، فعمل له زي اباجورة كده فيها كل الشخصيات على كل ناحية شخصية. بدأ سامر ورشته الصغيرة بالمنزل منذ عام، حيث اشترى ماكينة تقطيع الأخشاب مزودة بخاصية عزل الصوت للحد من الضوضاء. الفكرة بتيجي في الأول تخيل لحاجة محددة، نقول صندوق أكسسوري. بعد كده ببتدي إن أنا أرسمه 2D على الكمبيوتر، وبعد ما أخلص منه وأتأكد من المقاسات تمام كل حاجة، بحول 2D ده الموديل على كام سوفت وير كام، بعدين الكام بطلع منه فايل صغير اللي بيشغل المكنه اللي بيديها الاوردر ان هي تقص بالطريقه اللي انا رسمت بيها. انا اصلا بحب اساعد سامر في الفينشنج بتاع حاجته، مثلا انا بحب الرسم اصلا وبحب التلوين وليه علاقه بشغلي اصلا، هو ال 3D كيكس، فانا اصلا بحب ارسم على الكيكس، بعمل تماثيل صغيره للتوبرز اللي بتتحط على الكيك، فبطلع ممكن الافكار الرسومات وحاجات اللي بتتعمل على الحاجه الصناديق الخشب بعد ما بتخلص. نفسي انه يبتدي يعمل بيزنس ويبتدي يبيعه للناس. تطمح اسره سامر في توسيع نطاق عملها، وتخطط لتصميم وصناعه ديكورات لمختلف غرف المنزل في المستقبل القريب. اولا بتعمل حاجه حلوه، ثانيا بتقدر انك تجمع عدتك كلها على حاجه حلوه، ثالثا ممكن تستفيد بالفكره بعد كده يبقى مشروعك الاقتصادي اصلا. ودي اسره مصريه جامده، يمكن قصتهم كمان هم جم الخليج وبداوا انهم يشتغلوا الكلام ده مع بعض. الاول كانت هوايه، والهوايه هي مع الوقت بدات تتحول ان هي تصبح كمان تدر، خلينا نقول، او تصبح مشروع قد يدر ربح ويكون مشروع اقتصادي كمان مميز ومختلف. والاهم انه العيله كلها بتتجمع على شيء هي بتحبه، وبالتالي أرضه يعني شغل وفي نفس الوقت رابط أسري قوي. خلينا نقول